وقعت الدايموند رسالة امتنان بإمضاء المعجب الولهان مش المحب. طبعاً هاني عادل معجب ولهان بدرجة محب؟ أنا معجب ولهان ولا محب بدرجة معجب ولهان؟ هما الاتنين مع بعض. والله الاتنين مع بعض. أقول لك على حاجة، اللي أنا أول ما شفت دايموند إحنا كنا بنشتغل مع بعض في مسلسل وعمرنا ما اتكلمنا مع بعض إلا في موقف عدينا بالصدفة قدام بعض كده، وأنا حاولت أنقذها. كان في حد من المجاميع المفروض إن هو يعني بيتبعها في مشهد. أوكي. فهي كانت واقفة خايفة جدا، أنا ما أعرفهاش خالص، هي دايما كل الشوطات بتاعتها والمشاهد بتاعتها مع شريف أكتر، مش معاك، مش معايا. فشفتها واقفة متوترة جدا، فأنا عديت وأنا ماشي كنت بسلم على شريف وسلمت عليها، فلقيتها واقفة على جنب متوترة وخايفة من حاجة، والولد بتاع المجاميع واقف وهي بتقول له أنت متأكد أنت متأكد، فأنا حسيت إن هي قلقانة خايفة، فحاولت ان انا قلت له انت بتعرف تستخدم السكينه دي كويس؟ لان هي سكينه بجد. قال لي اه. قلت له طب وريني. قال لي هعمل كده. قلت له لا انت مش هتعمل كده. فوريت له الطريقه ازاي ان هي تبان ان هو بيعمل كده بشكل حقيقي، بس في نفس الوقت يبقى بيحميها من ان هي احتمال تجرح بجد. فهي افتكرت لي ده، وانا فضلت فاكرها بالموقف ده. عدت بقى بعدها سنين وبعد كده اتقابلنا بالصدفه. دي بداية رومانسية شبه القصص والأفلام. كانت صدفة تماماً. بعد كده ما اتكلمناش مع بعض خالص، ولا يعني ما كانش في أي كونتاكت ما بيننا تماماً. بعدها بسنين بقى بدأنا نتكلم مع بعض. رسالة الامتنان والاعتراف بالتقصير اللي كتبتها في حق والدة نجمة وليال. أيوة. بناتك. نجمة. نجمة. لو حد قال لها نجمة مش هترد. نجمة. نجمة وليال. ده انت جايبهم من سينا؟ لا خالص والله. من الصحراء، من سماء سينا. احنا دورنا. هي والدتهم فرنسويه، هم عايشين في فرنسا دلوقتي، هم فرنسويين مصريين او مصريين فرنسويين يعني. فهم عشان نختار اسماء تتنطق بالفرنساوي، لان في حروف كتير قوي في بالفرنساوي، وده اللي كان بيخلينا واحنا بنختار اسامي عربي في الثانويه عامه نخش الماني ولا فرنساوي، عشان بس في حروف كتير قوي ما بتتقالش في الفرنساوي، او بتتنطق مش زي ما احنا بنكتبها او زي ما احنا متعودين عليها كعرب يعني. فكان لازم نختار اسامي بتتنطق بالفرنساوي زي العرب، فاخترنا ليال واخترنا نجمه. فنجمه متعوده من وهي صغيره ما تقلهاش نجمه، نجمه ده مش اسمك، اسمك نجمه. الرساله هي رساله امتنان اكتر. صدق اللي قال ان هيات اخلاق. طبعا ده اكيد. ده لازم تبقى كده. كانت صحوه ضمير ولا كان شعور بالتقصير وعايز تريح نفسك منه؟ هو كان ما كانش شعور بالتقصير خالص، ده كانت رسالة امتنان وتقدير لمجهودها، إن هي في بلد تانية وبتعمل مجهود عشان الولاد وبتربيهم كويس. وأنا لما يعني لما بكون في مصر وبشتغل وبروح أزورهم كل 3 شهور أو 4 شهور، وساعات زي دلوقتي مثلا أنا بقالي سنة ما شفتهمش بس بكلمهم كتير يعني، إن هي استحملت ده لوحدها، وإن هي ولما بروح بتأكد كل شوية إن هم متربيين كويس ومثقفين جدا. وبنتي وصلت ان هي بتعلمني حاجات عن المزيكا، لان هي كانت نفسها تبقى ناقده يعني موسيقية. ناقده موسيقيه وبتتكلم عن المزيكا بشكل انا ببقى واقف قدامها بستغرب يعني، بتقعد تقول لي انت ابن الوز عوام من غير ما اقصد ومن غير ما اقول لها اي حاجه، من غير ما اقول لها اي حاجه. بالعكس هي في وقت اللي هي التين ايجر عارفه. ايوه بيبقى فيه ايوه بناء الشخصيه، وان هو لا وانا مش اقلد حد. هي بتعمل حاجات هي بتحبها، نوع المزيكا اللي هي بتحبه اصلا هي حببتني فيه. بالنسبه لها كان المزيكات من بعد التسعينات مزيكات معلبه وبلاستيك، مع انها هي تين ايجر يعني المفروض تسمع زي ما كل الناس في سنها بتسمع، زي جيلها بتسمع روك، والروك القديم تحب نيرفانا جدا وكيرت كوبين جدا جدا يعني. وبعد كده قريب بقى بدات تسمع عربي، وبدات تطلب مني ان ابعت لها اغاني من مصر والاغاني بتاعتي عشان اللي انا بحبها عشان هي تسمعها، لان هي بدات دلوقتي تسمع حاجات كتير بقى حتى لو حاجات ما كانتش اغانيك ومزيكتك بتعجبها. مش دايما بجد، مش دايما في الاول ما كانتش بتحبها. إيه؟ بتقول لك ايه لما بتبقى ما حاجه مش عاجباها؟ لما بقى سماعه تقول لي اوكي، ولما حاجه أوكي. بتعجبها لما حاجه بتقول لي بتعجبها، لما بقعد افهمها الكلام، لان هي لازم تبقى فاهمه الكلام كويس. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.